ست سنوات، ثم بعد ذلك في بداية الوحي شق صدره وغسل بماء زمزم قبل الوحي، هذه المرة الثانية وقيل الثالثة، وفي ليلة الإسراء والمعراج شق صدره وأخرج قلبه وغسل بماء زمزم وملئ بالحكمة، ثم أعيد قبل الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، فكان شق صدره عليه الصلاة والسلام وشرح صدره كم مرة؟ كم؟ أربع مرات، وقيل ثلاث، وقيل ثنتان. المهم هذه شروحات صدره الحسية. أما الشرح المعنوي فلا تسأل عن كثرة شرحه صدره صلى الله عليه وسلم معنا، لأن انشراح الصدر إنما يحصل بالنور، أليس كذلك؟ والقرآن كله نور، وقد نزل على قلبه، نزل به الروح الأمين على قلبك، فكل آية بل كل كلمة بل كل حرف من القرآن ينشرح له صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك؟ هذه الآية أسلوبها عجيب. ما الفرق بين قولك ألم نشرح لك صدرك وبين ما لو قال ألم نشرح صدرك؟ يا سلام. لذلك قوله تعالى على لسان موسى قال رب اشرح لي صدري، لماذا؟ من المستفيد من شرح الصدر؟ أهو رب العالمين أو المخلوق؟ المخلوق، فهي لك. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله قال وفوائد أو من فوائد شرح الصدر ما ترتب بعد ذلك في السورة، فمن شرح الله صدره أعطاه ما في سورة الشرح كله. وش في سورة الشرح؟ إذا تريد أن يعطيك الله ما في السورة فاطلب شرح الصدر. ماذا في السورة؟ أول شيء وضعنا عنك وزرك، يعني إذا شرح الصدر غفر الذنب، لأن الذي يضيق الصدر هو الذنب. فإذا شرح الصدر بالنور فماذا يحصل لظلمات السيئات؟ تزول، لأن الله جل وعلا قال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والحسنات نور والسيئات ظلام، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان الذي رواه في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال حذيفة كنت في مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقال عمر أيها الناس أمنكم من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن الفتن؟ قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه نعم أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن الفتن، يقول فتنة الرجل في أهله وماله وولده. قال عمر لا عن هذه أسأل، إنما أسأل عن تلك التي تموج كموج البحر. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، فأيما قلب أشربها نقطت فيه نقطة سوداء، وفي رواية نكتت فيه نقطة سوداء، وأيما قلب أنكرها نقطت فيه نقطة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود كالكوز مجخي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. القلب أين يقع؟ في الصدر. طيب، الذنوب كلها مصدرها اثنين، كل الذنوب مصدرها من جهتين، إما من جهة نفسك إن النفس لأمارة بالسوء، أو من جهة الشيطان، شيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وكما قال تعالى إن هذا لكم عدو فاتخذه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير،
هذا الشيطان وهذه النفس هما سبب الذنوب. لذلك جاءت سورة الناس لتطهر قلوب الناس من الذنوب التي مصدرها الناس والشيطان. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس وين؟ في صدور الناس، من الجنة وعلى رأسهم إبليس، والناس وعلى رأسهم نفسك أنت. طيب، إذا صدرك يضيق بسبب نفسك والشيطان، طيب من الذي يقدر على الشيطان وعلى نفسك؟ الله. أنت لا تستطيع أن تواجه إبليس ولا تستطيع تواجه نفسك إلا إذا هداك الله، إلا إذا أعانك الله. لذلك جاءت الآيتان بعض متتاليتان، إياك نعبد وإياك نستعين، فلو لم يعنك الله لما استطعت عبادته. ألم نشرح لك صدرك، كلمة لك دلت على أن الأمر مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من غير شرط ولا قيد. طيب، ووضعنا عنك وزرك. سبحان الله العظيم، الصدر موطن العلم والقرآن، العلم كله في الصدر، والقرآن كله في الصدر، والتقوى كله في الصدر. التقوى ها هنا وشار إلى صدري، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. طيب، قبل أن نتجاوز الصدر نرجع لسورة النور فننظر المثل العظيم الذي ضربه الله لصدر المؤمن عندما يمتلئ نورا. قال الله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، قال ابن عباس، في صدر المؤمن كمشكات. الصدر مشكات. المشكات تعرفونها ولا لا؟ ايش تسمونها؟ الفانوس، سراج. الزجاجة هذه ما عندها فتحة من أعلى وفتحة من أسفل؟ الفتحة الأسفل يدخل منها النار، والأعلى يخرج منها الدخان، والنور يملأ الزجاجة من الداخل. فإن كان هناك مخرج للدخان بقية الزجاجة نظيفة وخرج النور خارج، إما إن لم يكن هناك مخرج للدخان حشر الدخان داخل ولا يخرج النور، فلو أوقدته في غرفة مظلمة لبقيت مظلمة ضيقة كما هي. اسمع ماذا قال الله. قال الله: نور السماوات والأرض، مثل نوره، في قلب المؤمن وفي رواية في صدر المؤمن، كمشكات فيها مصباح. النور، المصباح في زجاجة، صح ولا لا؟ هذه الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، هي نفسها مضيئة، يعني صدر المؤمن زجاجة، هذا الصدر امتلأ نورا كأنه كوكب دري. ولذلك ورد في الأثر: إن الملائكة لتنظر لقلوب المؤمنين وصدورهم كما ينظر أهل الأرض للنجوم في السماء. فهل النجوم في السماء متساوية في نورها؟ فهنالك في السماء قمر وهو قلب محمد صلى الله عليه وسلم وصدره، وهناك نجوم كواكب درية الصحابة، ونجوم دون ذلك، وهكذا. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة. شوف العجب العجاب، الكوكب أصلا في السماء، فكيف يوقد من شجرة في الأرض؟ العمل الصالح وين؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لكن العمل الصالح في الأرض يوقد من شجرة مباركة. هذه الشجرة المباركة بينها لنا في آية أخرى، قال الله جل وعلا: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وين؟ في الأرض، وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، محمد رسول الله، هي أصل النور كله. إذا نطق بها الكافر أشرق صدره نورا، إذا نطق بها المؤمن ازداد النور وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. طيب،
يقد من شجرة مباركة زيتونة. وسبحان الله، لما تكلمنا عن لم نشرح جاءت بعدها والتين والزيتون، لأجل أن يبين لك العلاقة ما بين شرح الصدر وما بين الإيمان. يقد من شجرة مباركة زيتونة، لا شرقية ولا غربية. يقرأ الصحابي هذه الآية لا شرقية ولا غربية، وينظر للكرة الأرضية من حوله، الشرق الفرس الذين يعبدون النار، والغرب اليهود والنصارى الذين ادعوا لله الولد، فيقول هذا النور من لا إله إلا الله، ليست مجوسية وليست يهودية ولا نصرانية، بل سماوية ربانية نزل به الروح الأمين على قلبك. لا شرقية ولا غربية. في زمننا المعاصر نقرأها لا شرقية ولا غربية، قبل فترة شرقية الشيوعية الحمراء وغربية رأسمالية، فنحن نقول عقيدتنا سماوية ربانية إلهية، لا شرقية شيوعية حمراء ولا غربية رأسمالية لأمريكا وأوروبا، لكنها من الله نزل به الروح الأمين على قلبك. والعجيب أن الكون كله مع الزمن كله، الماضي والحاضر والمستقبل، مقسوم على كتلتين شرقية وغربية، الجنوب والشمال متجمدين، ما لهم علاقة بالفكر ولا بالعقيدة. لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور، شوف صدرك، صدر المؤمن نور على نور. عندما نأتي المعنى نور على نور يتبين لنا معنى من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام. خلينا نأخذ واحد نتصور أن هذا الرجل كافر، تو جاء يريد الدخول في الإسلام، قال ماذا أفعل؟ قلنا له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. خلاص الحين أوقد النار في قلبه، نور الإيمان، اشتعل الإيمان، اشتعلت لا إله إلا الله، هذا نور. طيب هل قبله نور؟ نعم، قبله الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الرجل ما جاء إلا لأنه مفطور على التوحيد أصلا. طيب نور الفطرة نور، نور التوحيد بعد الفطرة هذا نور على نور. ثم حضرت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة نور، يلا نور على نور. ثم الرجل عنده فلوس، قلنا زكي، الزكاة نور، والعمل الصالح كل حسنة نور، أصبح حياته كلها نور على نور. إذن يشرح الله صدره ولا لا؟ هذا الذي يشرح الله صدر. طيب أما ضيق الصدر فلا يحصل إلا بالظلمة، والظلمة من الظلم، والإنسان الكافر ظلوم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الجهل ظلم، ظلمات. العلم نور والجهالة حلك، ومن يسر في ظلمة الجهل هلك. طيب هذا النور، نور العلم عرفناه، نأتي لظلمة الجهل وظلمة الشرك وظلمة المعاصي، ظلمات بعضها فوق بعض. ماذا قال الله عن صدر الكافر؟ قال جل وعلا وهو يصف لنا الصدر الذي لا ينشرح، صدر الذي كتبت عليه الضلالة والضيق، قال أو كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. شوف الفرق بين شجرة وبين إنسان مغمس في ظلمات في بحر. خلينا نشوف الظلمات هذه. البحر أصلا طبقات، المحيط في أعماق البحر ظلمة، وفيه الأمواج التي تحرك الماء. الأمواج هذه موجة تمشي هكذا وهذه ثانية فوقها، فإذا تحرك الماء أظلم. عندما تأخذ ماء وتحطه ثم ترمي فيه قلم ثم تحركه، القلم ما تشوفه، لأن الماء إذا تحرك أظلم. والبحر متقلب فهو مظلم. ثم ظلمة الليل فوق ذلك، ظلمات بعضها فوق بعض. طيب هل في الكون مصدر للنور؟ نعم، لكن هذا الشخص بينه وبين النور ظلمات، إذا أخرج يده لم يكد يرى. طبعا لا يفي إعجاز علمي أن قعر البحار ظلمات، العين ما تبصر فيها والنور ما يشتغل فيه إلى آخره. طيب المنافق وين صدره؟ منشرح والله لا؟ قد يشرح صدر المنافق لحظة ثم يعود للضيق. لذلك ضرب الله له مثلين في القرآن، قال
سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات.